من جديد وبداية قصصنا النهاردة في حديث القاهرة. رمضان هو حديث القاهرة من أيام، لكن بيرتفع الصوت وبيرتفع معاه كلمة إن شهر رمضان يعني القاهرة والناس، والقاهرة والناس على مائدتها الرمضانية مجموعة كبيرة جدا من البرامج والمسلسلات اللي أكيد بتنافس بيها بقوة. احتمال كمان يكون صعب المنافسة، هل من منافس رفعت الشعار بعدد كبير جدا من البرامج؟ ومعروف وفق التاريخ نشأة القناة إنها ارتبطت بشهر رمضان عند الناس. وبما إن احنا بنتكلم على كل هذا الجمال اللي موجود على شاشات القاهرة والناس خلال شهر رمضان، واللي هيصاحبكم 30 يوم بالتمام والكمال، هيكون في معاكم مجموعة من زملائنا الأعزاء جدا اللي يعني قدموا يعني مجموعة من البرامج، كل برنامج فيهم صاحب طلة خاصة جدا، وكل واحد فيهم بيتحط تحتيه إمضة هذا البرنامج من القاهرة والناس. أنا هبتدي معاكم بالسفرة، وفي شهر رمضان تحلى اللمة على سفرة العيلة، وصفات على قد الإيد مين يقدر يقدمها بمعلومات مفيدة جدا وخلطات شهية جدا من كل أنحاء العالم، وهي بالأساس يعني إعلامية مميزة قوي وطباخة ماهرة جدا. مي يعقوبي في القاهرة والناس بتقدم السنة دي في رمضان مجموعة من الفقرات في مايز شو، مجموعة من الأكلات، أعتقد أن كل واحدة فيهم هتكون على المنيو بتاعكم يوميا وهتستنوه زي ما أنا شخصيا هستناه. إيه رأيكم نشوف برومو البرنامج مي مجهزلنا فيه إيه، ويعني حاجة كده نشوقكم بيها على هتعمله رمضان ده الشيف مي يعقوبي، ونرجع نقابلها هي شخصيا وناخد منها شوية معلومات. رمضان يعني لمة العيلة والصحاب، واللمة ما بتحلاش غير على أكلة حلوة. سواء فطار أو سحور أو حلويات، هكون معاكم كل يوم في رمضان بسفرة جديدة. يا سلام، الأكلة اللذيذة طبعا مع مي يعقوبي. أنا شخصيا بيسعدني الحظ أحيانا إن أنا بلحق شوية لما تكون موجودة في الاستوديو الوقت متأخر وبدوق من الأكل بتاعها. عايزة أقول لكم ما أطعمه. مي يعقوبي بتقدم في رمضان مايز شو، وإيه الموجود على سفرتها؟ أنا زيكم هسأل طبعا. مي مساء الخير، كل سنة وإنتي طيبة. مي عارفة أنا جوعتينا من البرومو نفسه وشكل الحلويات اللي موجودة، وده عشق العائلات المصرية، فبالتالي انت اكيد عاملة لنا مجموعة مفاجآت. ايه اللي موجود؟ مايه عصير الجوكيه مساء. مايه الصوت مش واضح. آه، الهواء. هاي بالحقي اكون جزء من عائلة القاهرة والناس الحبيبة، وبيسعدني قوي قوي اني اكون معاكم في يوم عيد الام. عايزة اقول لكل ام انا كنت بقول كل عام وانتي بألف خير، وعايزة اقول للجمهور هي مش بس للامهات اللي ولدت ونيمت وأكلت وودت المدرسة وراعت، يعني بستغل الفرصة دي. الأمومة يعني من هنا هستغل برضو الفرصة شوية أقول إنه الأمومة إنه كل أم تدي فرصة لأبنائها باختلافاتهم بمواهبهم عشان يبقوا هم. يعني أنا بشكر ماما إنه هي سابتني أبهدل المطبخ وسابتني أجرب وسابتني أتعلم من وأنا صغيرة، وأقول لها إنه الحمد لله، أتمنى تكوني فخورة فيا. بشكر كل أم، مش شرط هي اللي ولدت، بس هي اللي راعت وهي اللي طبطبت زي ما أنت قلتي، وهي اللي قالت كلمة حلوة لما كنا محتاجينها. كل سنة وأنت طيبة يا مي. كل سنة وأنت طيبة يا مي، وتهنئتك دي كمان قريبة لقلوبنا وحاجة حلوة قوي. بس قولي لنا إيه اللي موجود على سفرتك في رمضان؟ اوكي، خلينا نكون واقعيين يا كريمه، وخليني افتح موضوع شائك شويه كده. يمكن عشان برنامج مايز كيتشن اللي اتعرض قبل ما يتعرض مايز شو كان معمول عشان قنوات عالميه الاول، فتعمل بليفل عالي جدا من المكونات الى اخره، فبقت ستيجماتايزد انه انا بستخدم حاجات غاليه. اللي متابع مايز شو بيعرف انه احنا بنقدر باقل المكونات وباغلى المكونات نعمل سفر جميلة، سفر مشبعة، سفر راقية، سفر شيك، بالعدس وبالبطاطس وبالعرق الفليتو وبالجمبري. بغض النظر عن المكونات احنا بنقدر نعمل اكل بكل حب واكل حلو. الفكرة السنة دي كلنا عارفين التحديات الاقتصادية اللي بتواجهنا كلنا، فالسنة دي ف
فكرت انه في ميزو كل يوم عندنا سفرة، يعني الترابيزة اللي موجودة قدامنا هتكون كل يوم عامرة، كل يوم عامرة بغض النظر المكونات دي غالية او مش غالية. الثقافة المصرية كريمة انه احنا نطلع احلى ما عندنا للضيوف، ولا غنى عن العزومات في رمضان. فهنعمل سفر فيها حاجة مكلفة بتكلفة أقل، نعمل الأطباق الجانبية في سفر الأيام اللي بعدها، يعني التوازن، يعني الأسبوع اللي عندنا فيه عزومة يوم نعمل حاجات مكلفة، اليوم اللي بعده عزومة، بعده نعمل من بواقي الأكل حاجات، فنقدر طول الشهر. يعني النهاردة واحنا بنصور عملنا بربع كيلو لحمة وشوية بطاطس كل وجبة، عملنا سفرة. مش كل مرة لازم المكونات تبقى غالية، فهيذوقوا أكل حلو طريقة حلوة، وأنا بحب أعلم وأوصل، وأنا بحب معلوماتك كمان يا مي، وبنحب كلنا معلوماتك كمان يا مي اللي مرتبطة بالأكل، لأن كلنا كل الأمهات بقى بما أننا عيد الأم بتهتم بالقيمة الغذائية اللي بتقدمها لأولادها ولعائلتها وزوجها في رمضان بعد يوم طويل من الصيام. وفي مشروبات طيب قبل ما أختم، وأقول لك ابتدينا أول حلقة من رمضان الوصفات بتاعتها هيكون كركديه بالبرتقال والنعناع، عندنا طبعا مشروب التمر ومشروب العرقسوس ومشروبات كتير، هنتكلم طبعا عن فوائدها لانه كلها فوائد، اللي بيظبط الضغط، اللي بيظبط السكر. فعايزين نحرص في رمضان انه ما نبالغش في الاكل، ما نبالغش في الكميات، لانه رمضان اصلا شهر انه نحافظ على صحتنا، نحس بغيرنا. ما تقفش انت قلتي لسه الامهات، انا عايزه ادعو كل العيله انها تساعد الشخص سواء راجل او ست مسؤول عن الطبخ، لانه انا النهارده كنت وانا بصور بقول لهم، يعني بيقولوا لي الوقت نفس شعور الام وقت الاذان، حبيبتي الشوربه على النار، الاكل بيتسخن، الرز لازم يخلص، نقف معاها في المطبخ شهر المشاركه. انا عايز اقول لك يا مي ان امي بتحبك وبتتفرج عليكي، وانا شخصيا يعني وانت طيبه يا مي، كل سنه وانت طيبه، ومستنيين البرنامج كلنا بشوق وينجح ويكسر الدنيا. مايز شو معاكم في رمضان، شكرا يا مي ومسيتك سعيده حبيبتي. شكرا ليكم، واحنا دايما في القاهره والناس مكسرين الدنيا في رمضان ان شاء الله. ان شاء الله كل سنه وانت طيبه يا مي.